الحكومة تكشف عن القائمة الجديدة المخينة للمواد الممنوعة من الاستيراد والتي شملت 877 مادة ستعوض بقائمة 851 مادة الصادرة مطلع السنة الجارية 2018، وذلك بناء على الطلبات التي قدمتها المؤسسات العمومية لحماية إنتاجها من منافسة السلع المستوردة من الخارج. وقد أكد خبراء في المجال على خيار الحكومة هذا كونها عجزت عن إيجاد حلول مالية تغوض المستوردات بمنتوجات محلية. الحكومة من المفروض أن تجد يعني حلول مالية. ما معنى حلول مالية؟ مثلا أن الحليب والحبوب يكلف الخزينة العمومية 4 ملايير دولار، إذا من الأجدر أن الحكومة تقوم بتعويض هذه السلع التي نستوردها اللي هي الحليب والحبوب بمنتجات محلية لأن القيمة تاعها عالية. الخبراء بدورهم يرون أن هذه القائمة من شأنها التأثير على الشراكة الخارجية مع شركاء الجزائر التجاريين كونها لا تغطي العجز على مستوى الميزان التجاري. أما أنك أنت تدير قائمة من حوالي 800 ولا 900 منتج وفي آخر المطاف كل هذه القائمة التي تجاوز قيمتها الكلية حوالي يعني مليار أو يتجاوزه بقليل، هذا ليس له معنى مالي، هذا بالعكس يكون لديه تأثيرات على مستوى الشراكة الخارجية مع الأجانب. شركاء الجزائر التجاريين ما يقبلوش هذه الأمور خاصة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه يعني أنت منا راك تخلق مشكل مع شركاء التجاريين الخارجيين اللي راك درت معهم اتفاقية شراكة ومنا ما غطيتش بهذه المواد التي يتم استيرادها انطلاقا من انها ممنوعه العجز على مستوى الميزان التجاري. هي خطوه نحو رفض جميع التاثيرات التي تمس بسياده القرارات التي تخص الجزائر، خصوصا بعد الحمله التي شنتها اوروبا في افريل الفارط والتي استهدفت هذا الاجراء الذي يقع ضمن السياسات الحمائيه والوقائيه لتشجيع المنتوج الوطني ودفع المؤسسات الاجنبيه التي كانت تعتبر الجزائر مجرد سوق لتوجه نحو تصنيع منتجاتها محليا وغلق مناصب الشغل.